السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد، نخصصها لنقاش دور المبادرات الأهلية في مواجهة المستنقعات المطرية مع الأمين العام للمنتدى المستهلك الموريتاني الخليل خيري. أهلا بكم سيد الإعلام. أهلا وسهلا، شكرا على تلبية الدعوة. بداية، الجدل طبعا يعود من جديد حول هذه المستنقعات، خطورتها على الصحة العامة، ضرر على الوجه الحضري للمدينة، عرقلة السير. الجميع الآن يبحث عن الحلول. أولا لنبدأ بالتقييم، التدخل بشكل عام، سواء التدخل الرسمي أو تدخل المبادرات الأهلية، ثم بعد ذلك ننتقل لموضوع الحلول والإشكاليات المطروحة. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. الواقع أنه مع الأسف نحن الآن في أزمة، وهذه الأزمة ما هي جديدة. كل عام، صحيح أنه في تقريبا السنوات الأخيرة، تقريبا 6 سنوات إلى 7 8 كانت في شفاف، وذاك خلى بفعل السلطات مع الأسف أنها ما تعدل أي حل للموضوع. بالعكس هي زادته ذات طين بلة، دائما يعدلوا بعض من القدرهات اللي ما هم على المستوى قاضين التحت، ويبلطوا في زريانهم ويجي الصحاب. اصلا كانت اصلا هناك فراغات اللي تعود في جنبات الطريق تمص قاع تمص الماء وتعود الروايات، لكن الان عادت المياه اللي تجي يتجمع على القدرات مباشره وعد المنازل. على كل حال طرح ياسر من الاشكالات، وهو بالفعل هذا اشكال يحتاج بالفعل مقاربه جديده ما هي اللي كانت قائمه، خاصه انه ربما تخلق تحولات مناخيه حسب اللي يقولوا بعض الخبراء الاحصاء الجويه، ولكن خلي انه بالفعل الاوضاع الى اللي ما خلقت مقاربه جديده وسريعه وشارك فيها الجميع. راهو فكره دائما انه هذا شان يتعلق بحكومه ويتعلق حتى البلديات، مع انه مع الاسف البلديات يقولون انهم ما عندهم صلاحيات ولا عندهم قاع ما هم قاعدين يعدلوا الشيء هذا، غير قاع هذا الشغل الناس كامله. هو انت خلاص ماك شوط مثلا تقريبا قد تقول اكثر من 70% و70% هي مساحه اسطح المنازل. اسطح المنازل اللي يجمع عليها من المشي يقيس شارع واحد الشارع طبعا. هو اصلا جاي من وين؟ جاي من اسطح المنازل، وبالتالي هي مسؤوليه مشتركه. يلا اهم شيء من العمل الميداني التشاركي، وطبيعه الحال ان احنا ايضا عندنا مشكلة اخر، انه مدينه مشبعه بالمياه بحر، يعني المستوى ارتفاع مستوى البحر، ومع الاسف ما عندنا صرف صحي اكرمكم الله. المجاري هذه نحن مدينه عائمه على المجاري، وهذا بالفعل اشكال كبير وفعلا تم تحديات وله طاري. خطورته ان احنا من 60 سنة ونحن قال من عدلوا اي جهد، يعني ولو بسيط. هو طبيعه الحال المشاريع وكل شيء يلا هو يبدا فيها ولو مستوى معين، ولكن هذه تطور. اسمح لي حتى في هذه الحلول الجزئيه اللي تحدث عنها وتشرها، هو تم فعلا جزء منها متعلق مثلا بمشروع صرف مياه الامطار، وكان فتره معينه تم الحديث عنه بشكل كبير، وحتى ربما ما تم تجربته يكون هذه السنه، لانه خلال السنوات الماضيه كان فم جفاف كما اشرت من البدايه. الحقيقه انه إلين ما يخلق صرف صحي حقيقي، ما هو صرف مياه الأمطار. لا تعود القضية يتم دائما بم أزمة. ونحن بعد كل حال كنشطاء المجتمع المدني داعين لمبادرة تعود مشارك فيها الجميع بما فيهم منظمات المجتمع المدني والبلديات وحتى أحياء السكنية. منتدبين الله عن كل حي سكني، المفروض أنه الأندية الشبابية تعود ذاتية عندها دور وتشرك، وهذه قد السلطات الإدارية الحكام وجهة نواكشوط واللي يخلق تعاون قد لا يخلق على الأقل ذي العام إن يخلق. إحنا متوقع أن نجي مزارة أصحاب، والآن الشوارع مليانة والناس فيها واحدين هاجرين منازلهم، بعض المتاجر اللي حالة مغلقة ما قدروا هنا يوصلوا لها، هاي أزمة حقيقية. المفروض إنه ما الله هو تم دائما تم نتفرج ونقول هذا شأن حكومي، وانه طبعا يلا عدوا ايجابيين توقيد شمعة خير من ان تلعن ظلام، وهذه نحن الله تعاملوا مع امر الواقع. نحن حاليا فرطة وسببها اكيد فساد، دائما يخلق دائما اسباب لنقلهم الازمات والمشاكل، ما يخلق ما هو يقعد فساد
وده قطعا اللي خارج حاله ما هو طبيعي، انه بلد سو 60 سنه حتى الان ما اجبر حل ولو جزئي موضوع صرف هو موضوع الصرف الصحي موضوع مهم واساسي، ولكن عنه موضوع قبلي كما يقول دائما في تاسيس المدن، ما فهم اتاحه مثلا حل قوي من اجل ان يعود بعد. لا نحن ندور كل هذه نحن ندور لذلك هذا يحيني، هذا يحيني لمطالبات متكرره حتى في هذه الفتره برزت بشكل اكبر، هو موضوع تاسيس مدينه جديده وعاصمه جديده. لا هو واقعيين انا ماني من دعاة تاسيس عاصمه جديده، لانه فيه مستوى كبير من الطموح اللي قد يعود ما هو احنا ما عندنا امكانيات، هو المحافظه على المجهود موجود. احنا الان عندنا اسماء وعندنا مشكل، ويقدر تخلق مبادرات ويقدر السلطات ترعاها ويقدر الجيش يتدخل ويعدل يحفر انفاق على القدرات الرئيسيه على الاقل، ويعدلها يعني بالتعاون مع جهه نواكشوط والجهات كامله يعدل المصارف على الاقل. المياه احنا عندنا يا اخي ما شاء الله نواكشوط، في بعض الجهات اللي فيها شمال رمال ما مش قد صح فكره انه تم دائما تقيس البحر، هذه فكره فعلا منخفض وايش يعني. ايضا هم يقدروا لين يحفروا انفاق في ازاله ولا من الامور اللي طموحها غير ممكن. نعم. ممكن عاده المفروض انه يخلق شيء ويطور وتعدل عليهم ملاحظات، لكن غير لا بد من الدخول. مجرد ولا بد من التقنيه، لا بد من أكيد بعد أكيد. بعد اكيد هو هذا ياك يدعو له عنده فعاليه. لا ممكن، لا ممكن، ما هو مستحيل ممكن. واحنا شفنا تجربه الجيش في الازمه اللي خلقت في كيهيدي، هذو حفروا وعدلوا طريقه صرفوا مياه الامطار وبالفعل حلوا مشكله، وتقول تعود جزئيه وتقول تعود ما هي استراتيجيه غير لاحقين عليها. احنا حاله في ازمه. نعم. لابد ان فكره انه تم تجيب ستارنا هذه فكره ما هي واقعيه، مستحيل انه قد بدا يخلق عليها حتى مكلفه يخلق. حتى ما هي حتى ممكنه. انت اليوم مثلا عدلتها الصبح مياه لا يجي ايضا، بس حاجه قد تعدلها في امكانيه، هاي فيها ايضا هذا حل ترقيعي معناها، ما هو حل باطل. على الاقل قاعد مثلا حد حفر معناها انه جات اصحابه قد يمشي معاه، بينما انت كل نهار تجيب ستارنا لا يتكلف تكاليف كبيره، وحتى ما اللي يعود الناس انها ما تبذل جهد، ولا ابدا الناس تبذل جهد وتجيب سقاي فيهم تراب. كل حد يا الله يعرف الان ان نواكشوط انها تواجهها قدر الله سيول، لان يعني هي عصرا عباره عن سهول وعن بطاح وجات فيها سكان وايش المفروض حالا كل حد خاصه المناطق المنخفضه يشتغلوا شبابها وايش يقضوا سقاي بالتراب يملاهم كل، يعني يحاولوا انهم يعدلوا مبادرات مقابل انهم يوفروا سقاي هذا العادي انها 50 كيلو يملاوها من التراب البيضاء ويعدلوا منها سد على الاقل في بعض المناطق اللي ظاهر يشوفوا انها قد على الاقل واحد مثلا بيته توف ويعدل ممر ويعدل طريقه ما يوصل الماء، هذا بعد على الاقل. وهذا على كل حال احنا شفنا في بعض من الناس اللي حالا معدلين اكاد انهم تقول شبه جسور يعني بسيطه دايرين شبه البريك وكذا، هذا مهم، حل اشكال. على كل حال الناس لو انه ما قام حد وعدل المبادره ودار بريكايات ونقر الماء ونبريدات معينه ما قد حد يوخر، وهذا جيد الله نحن نشيد به الله نزمنه، ويا الله ايضا يستمر. صحيح انه يعني تقول انه ما هو اللي مطلوب، هو الله غير الاخر. على كل حال الله تعود السلطات تعديل استراتيجيه جديده، والحمد لله الموارد جايه، العامل جاي عن قاصر الله يخلق والفضل الطائر، الله يخلق تفكير استراتيجي بالفعل لا بد من حل جذري لموضوع الصرف الصحي. طبعا سابق يخلق ذاك هذا ذلك موضوع المبادرات الاهليه واهميه مشاركه، هو فعلا بعض ممكن يقول انه نوع من 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 المثاليه في الطرح، لانه هو حتى الدوله اللي عندها الامكانيات عاجزه عن ان تواجه هذا المشكل. كيف يمكن فعلا انه يعود في مجتمع مدني والله متطوعين ما عندهم امكانيات لا اقصى شيء لا يوصلوا لا انهم يديروا بريك والله كرعين واخذوا عليهم الناس. لا ما هم بالضروره هم قد شفت. على كل حال لا يستهان ابدا بالعمل الجماعي، يسوى شنو طبيعته يسوى شنو، لانه في النهايه يقولوا المثل الشغل جماعه ريش، ولين الناس تصد على جهه واحده وتتعاون كامل اكيد لا يتخلق المعجزات. ودائما احنا جربنا في ياسر من قضايا واجهناهم بها، قضيه صندوق كورونا ما كانت السلطات قد تعدل شيء لولا الناس اللي تبرعت باموالها والناس اللي وقفت في الشوارع من اجل التوعيه والتحسيس وايش. على كل حال جهود
قد يقول حد من الناس اللي لكن احنا يعني عدو وقته، لكن وقت الازمات المفروض انه يخلق مستوى معين من التعاون ومن الايجابيه ومبعث الامل عند الناس، ما تفقد الامل. طبيعه الحال اصحاب ليتهم الله خارج ويقع رحمه، ما الله نحول وشر نقمه، هي نعمه من الله سبحانه وتعالى، وحد يحمد ما قاعد احنا كنا خاين الشباب نجاتنا اصحاب. وثاني ما هي ازمه عادي بسيطه، اصحاب تجي الله وتول الحياه تستمر بامكانيات اللي متاحه، اذا حتى اللي قصر زيد والله عمر في عمل معين انا على الاقل جهدي يعني الله نبذله، يا الله وكل حد يا الله هو مسؤول عنه لا شغلته. احنا كمجتمع مدني ما انا مسؤولين عن عمل ادره الحكومه ولا تقصيرها ولا كذا، مسؤولين عن ذاك العمل التطوعي اللي احنا امنا به واخذنا فيه غروصنا، وايش المفروض ان نبذل فيه الجهد ونتائج على مولانا، احنا ما انا مسؤولين عنها غير يا الله، يا الله يخرج جهدته على كل حال. هي الرساله اللي احنا نختار نوصله للجميع، انه نحن الان في موسم امطار ونتائج هياسه عن السحاب، ودارك جاي ربما في تحول مناخي كيف تقولوا دائما الاقصاد الجويه، نقتضي انه يا الله نتعامل معه بطريقه جديده ما هي اللي كانت عندنا من اكثر من ناحيه. واحده انه يا الله نفهمه انه بليده كامله منخفض في نواكشوط، يا الله هو لو مؤقتا ما نسكنوا فيها ولا عدنا ساكنين فيها نقعد حذرين، ولا المفروض انه واحد يقبل دار والله سكن ويديره في بليده منخفض هيك راعي فيها لانها يجيها الامطار ما هو مناسب. على كل حالين فادخل هذا على الاقل يعدل طريقه ما يخلي فيها الافراش ولا شيء، ولو مؤقتا فتره السحاب ولا شيء حامله واخذ بادي ياسر منها غير خلى. لكن المنازل ما فيها هي ايضا مهدده، المفروض انه حالة بعض المناطق هناك شرط منكوبة مثلا دار النعيم، دار النعيم الآن أيضا يعني فيها معاناة حقيقية، وبالتالي الله تعود فهم أولويات بعض المناطق، المناطق التجارية المناطق السكنية. صحيح أنه وسط المدينة وده مهم هذا الشيء، ولكن ما نهمله من جوانب أخرى فيها واحدين متعلقة حياتهم وأرزاقهم بأنشطتهم التجارية بسيطة بفتح ويعني فك العزل عنهم المياه، هذا موجود في بعض المناطق زين كمستيزيان وبعض المناطق صحيح. اللي غبرتها المياه، كذلك بعض المساكن في دار النعيم الان لابد من توجد اولويه في الخطط والبرامج اللي لا تعدل، ولو كان حتى مثلا سواء هي طبيعه الشيء حكوميه عمل بلديات عمل المجتمع المدني وشو، على كل حال المفروض مواضيع حقوق الانسان والشبكات المجتمع المدني عليها انها تعدل جهد نفس المجال كيف كانت تعدله في كورونا، ولين تتدخل ولين تعدل تعبئه وتحسيس باهميه هذه الامور كنا نتحدث عنها. اولا الوقايه، نحاول ان نبعد الاثاث والمقتنيات الشخصيه والبضائع والاشياء عن البلدات اللي فيها احتمال انها الى اللي جات تسحب لا يتخسرها، وايضا نشتغل على ان اللي فات خلق نحاول انه خفوا الاضرار يعني ما استطعنا الى ذلك سبيلا، لانه في النهايه المجتمع المدني هي مهمته احنا على كل حال متطوعين، وهذا عمل نبيل المفروض اننا نسعى من اجل خدمه الوطن خلاله. اكيد سنواصل هذا النقاش ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل هذا النقاش وبرنامج المشهد، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الذي نناقش فيه دور المبادرات الاهليه في مواجهه المستنقعات المطريه مع الخليل خيري.
الأمين العام لمنتدى المشاركة الموريتانية. أهلا بكم السيد الأمين العام من جديد. طبعا تحدثنا قبل الفاصل عن الإشكاليات المطروحة في موضوع أهمية التعاون الآن في هذه الظرفية الصعبة، وأهمية التطوع والمبادرة من أجل إيجاد حلول ولو جزئيا على ضوء التفكير في استراتيجية مستديمة لحل. ولكن ما هي المبادرات والحلول التي يمكن أن يقدمها المجتمع المدني الآن في ظل هذه الظرفية والتي قدمها بالفعل؟ شكرا جزيلا. الحقيقة أنه الله هنا فهم أبدا. أولا مبدئيا أنه على كل حال نصحاب ومجيل ما هذا مكسب يا الله عود. هاي المياه طبعا لابد من استثمار هذه وعود في المالية لاستثمارها. أيوة لابد من يا الله تعود الناس عندها فكرة أنها الله تستفيد منها. نعم. هاي مياه مياه هي الحروب في العالم الناس كانت قلة المياه. ينعطينا ملانش من الماء هاي فرصة. وبالتالي فكرة إنه أصلاً ما نعود دائماً نتأفو من وجود الماء يا الله ونحمد مولانا أن جانا الماء. وبالتالي بالفعل كمنظمات المجتمع المدني يا الله هو بدل من نحول تعود القضية قضية أزمة ومستنقعات وتطرح قضايا إشكالات قدر الله صحية كبيرة. نعم. من قبيل تركة عموا فيه ودائماً نشوفه. صحيح. وهذا قطعنا أنه لا قدر الله الحمى في تحذيرات من قد تعود سابع القادمة قد تعود واجع عليه تخرج منها شيء. وبالتالي الله كبير على الصحة العامة. أيوة, أيوة بشكل عام. بشكل عام لا بد من 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 الاستفادة منها. استفادة منها في الزراعة في بعض المناطق اللي في نواكشوط قد تستفيد منها لين تخرج الحفر لبعض المناطق المنخفضة اللي فيها المياه لين يخلق شق شور بعض المزارع والشيء لا يتستفيد هاي المزارع من هاي المياه ويعود بدل ما أصلا المياه كانت سبب من الأمراض أتلايت تعود كأنها نتيجة مثلا لا يترشد الماء الآخر كانت تنسق به الحليب والشيء فأوقات أخرى نحن فاصلين فيها. وبالتالي لا بد من تفعيل المبادرات الشبابية التطوعية الخيرية. صحيح أنه حالا نحن في وضع استثنائي لأنه الناس يأسر منها صحيح بالداخل وفي العطلة وهذا الشيء، ولكن مع ذلك يبقى الأمل قائم بوجود المنظمات جادة. نخاطب المنظمات الجادة. نعم. أولا وبالتعاون مع مفوضي حقوق الإنسان والعمل الإنساني يعدلوا شيء سريع سابق. إحنا دائما عندنا نواجه عندنا أزمة في البلد إنه أي شيء لا يعدل يحتاج إنه تعدل مناقصة ويحتاج انه هذا قانون ناص عليه هو اللي على كل حال خالد ويحتاج انه يكون عنده مقاولين فرن السيارات وشيء والله ما الضقاع قال له يتحزم وشيء لا تفوت الدقيقه تاي لا بد من هذا ما يصلح لجهود المجتمع المدني يعني الطبيعيه اكيد لا بد من غير حد يدخل اولا هو اكيد عقب يخرج لكن اخر عقب يخرج مع الوقت اللي يحتاج قانون ناص انه لا بد من لا بد من فهم تقريبا الطرق لا بد من يوخى عليها نص عليها قانون واي شيء لا بد من يوخى عليك فرص دير اللي غير بعد على الاقل احنا كمنظمات مجتمع مدني ما حاصرنا شيء ولان ما عندنا كبر نتكرش ولان طابين ايضا على 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 ذاك طابين لا اننا نخدم الوطن المواطن يلين اللي تعود فهم ضروره وهي اللي عنه اللي قد يصح ويمكن من الضروره الان حاصل فلان حالا مفصول فينا كنشطاء وكمنظمات مجتمع مدني وحتى أئمة مساجد وطلاب محاضر في نواكشوط قاعدين يساهموا من أجل حل المشكل ولو بجهود دائما نأكد عليها ولو بجهود ذاتية من قبيل ذيك الروايات القديمة اللي أصلا نعدلوها نحن في أماكن نحيلوا بين طبعاً بين طبعاً السير مع نعم. وصول لبعض المناطق السكنية ومناطق التجارية إلى آخره. هذه الجهود دائما عندها أثر ويتم الإشادة بها إذا ما ظهرت إذا ما تم فعلا القيام بهذه الجهود واستفاد منها سواء مناطق تجارية سواء تحدثنا عن حتى في الأحياء. ولكن لماذا برأيك غابت هذه الصورة عن نواكشوط تحديدا؟ يمكن تشوفها في أي مدينة من مدن الداخل ولكن عن نواكشوط غالبا الصورة الأمر يتم التدخل فيه بشكل رسمي ولا لا شيء. نعم نقول لك شفت هو على كل حال يحيل أن السلطات الداخل مختلف داخل عبارة عن مجمعات اجتماعية قبلية إلى آخره وفيه مستوى من التكافل والتعاون
وكل منطقة محسوبة على يعني جهة معينة، وهذا هو اللي خلاهم بالفعل يخلق انه كل مدى تعتبرها مدينتها، وبالتالي اذا عدلت فيها شيء ما عدلت روسها. بينما نواكشوط على كل حال للجميع، وفي نعم. وهذا بعد من وهذا هذا رغم على انه ما طوعوا احد. ايوه من القوه، يا الله يعود، يا الله يعود الناس كامله تشارك فيها. الظاهر اللي صار انه اللي فين بعد اخر يتعلق بانه الناس ياسر منها قاعدين هون نواكشوط، في ياسر حال ان الشوارع تشوف الحركه ما هي ياسر، تشوف الناس ياسر منها قاعد الداخل غالبا، وصار بيدي مدارس حالا مقفوله والتدريس ما هو خارج والحمان متين، وبالتالي الناس بالفعل هجرت المدينه. وهذا انعكس اكوة راعي فيه حتى يعني على نشوف على مستوى غير. بعد ومع ذلك خرجت مبادرات في الاسواق، قاموا واحدين متطوعين وكراوا جهودهم الذاتيه ومفاوضتهم اللي بناهم، كراوا بعض الصهاريج وازالوا بعض البقاع والمستنقعات عن بعض المناطق. وهذا هو اللي الله هو نحن حذوهم، الله هو يستمر العمل تطوعي ويعود استراتيجي ويعود قائم على مبدا. وعلى كل حال الان المفروض انه يعود هم قائد، اي روايه تحتاج الى ان تخلق لابد من عندهم تنسيق بين لابد من يعود عندها منسق عام ويعود. وعلى كل حال احنا دعينا لوجود تنسيقيه مشتركه بين منظمات المجتمع المدني، وتعود فيها الولايات الثلاث، ولايات نواكشوط الثلاث، كل الولايات تعود عندها جهد ويعود فهم اولويه. كي قلت قبيل تعود اولويه الإمدادات اللي الله هو يسبق شفط المياه عنها، الأسواق اللي فيها رزاق الناس والمناطق السكنية اللي فيها، والمناطق اللي فيها منخفض يعني انخفاضات اللي أصلا هي ما ظننا أنها تؤن فيها المياه ياسر فيها، يا الله تسبق لأنه المجاي هنا الصبح والنهار الآخر يقولوا أن آخر الأسبوع أنها فيها احتمال تخرج فيها أمطار. بالتالي الله نبادر جميعا ولا فينا حد يتكلش على حد، وهذا عند الإعلام أيضا عنده زاد، هو انتم كاعلاميين طالع عنكم عندكم دور المفروض انه ساهم في وسائل الاعلام لتوعيه الناس وتشجيعها وغرس يعني المبادئ والقيم اللي عندنا احنا، يعني التعاون والتكامل الاجتماعي اللي عندنا اصلا، احنا هذه عندنا اصلا ما هي جديد علينا. يا الله تفعل ويا الله تعود خلوا عنا فكره، لكن المبدا اللي عندنا اصلا ان الدوله انها لكن مستعمر، انه لا احد يجبر من شيء يقطعوا، وهي في النهايه مع الأسف عنه. أيوة مع الأسف هذا هذا تأكدوا وعززت بسبب الفساد، لأنه في النهاية الأموال اللي دائما تخصص لمثل هذا النوع من القضايا دائما مع الأسف تنهب. تقرير الوتشي مع ياسر شفنا ذاك اللي فيه من اختلالات اللي سببوا الفساد، ومع ذلك يبقى الأمل قائم وتبقى منظمات المجتمع المدني الجادة هي اللي احنا معولين عليها وراهنوا عليها، وحتى الخيرين ويعني القدوات يعني أئمة المساجد والعلماء والناس الخير والفضل تدعو الناس منابر الجمعة وغيرها من أجل المساهمة والإسهام في إنقاذ نواكشوط عاصمتنا وبلدنا. ما عندنا عاصمة أخرى، وبالفعل حالا فيه أزمة كبيرة، المستنقعات خطيرة جدا، ونحن ذاتنا أصحاب الصبح أيضا لا يتعود مشكلة أكبر. غير لين يخلق مبادرة ولو قليلة صدقني، إلين يخلق أي شيء يسوى كم قدو، هذا إضافة للجهد الوطني اللي قائمة به السلطات ومؤازرة السلطات في ظهر لي عنه في المحنة وفي ظرفية، ظهر لي عنه واجب وطني يا الله إحنا أدينا كاملين نساهم فيه من أجل أنه ننقذ العاصمة، من أجل أنه المواطن يعيش حياة كريمة لا قدر الله. هذا الحالة اللي موجود من تعفن المياه اكيد حسب بعض الاطباء والخبراء في مجال الصحه العموميه دايرين انه عنده مخاطر صحيه كبيره، بالتالي لا بد من بادروا كاملين ونعدلوا حال ولو مؤقت ولو جزئي يسوى طبيعته شنهي، ما يعدل اي شيء حسب التجربه، ما يعدل اي شيء في المجال التطوعي في اي حي يسوى شنو ما صحيح. يعني الناس كامله حامرته ويعود كانه من باب مجال الحسنات في عشر امثالها، ومن باب لان حد بدا اي شيء انه عاده يعود ذاك هو الافضل، السابقون دائما يعود هم اللي لهم على كل حال الفضل في الاثر الايجابي الذي يقع وراء ذاك على نعم. هناك ايضا الجانب مساعده المتضررين والوقوف معهم في هذه الظرفيه، كثير من الاسر فعلا فقدت شردها مع الاسف نعم. شردها مع الاسف، هذا هو اللي كنا نقول قبيل اهميه التكافل الاجتماعي نعم. احنا غياب هذا التكافل في بعده المدني
بعد المدني وبعد القبلي ايضا، انه نحن الان نعيش مدينه لا هي وصلت للمستوى التكافل المدني، وفهم منظمات قويه عندها امكانيات تدخل، وفهم حكومه تقوم مثلا عندها حلول استراتيجيه، ولا نحن ايضا حافظنا على النسق الاجتماعي اللي هو كيف بعض المدن الداخل. صحيح، الاهلي عن وصاء الامنين يخلق مستوى معين من تعبئه التعبئه العامه، يدور يخلق شيء ذلك بالفعل. شفنا مبادرات خلقت ولو مستوى محدود، وبعض المناطق المحدوده في نواكشوط خلق فيها شيء، وغير ما مناسب ايضا انه دائما تم تتفرج الجيران عندهم قصور وعندهم منازل فخمه لسكان اخرين سواء كانوا حراس وسواء غيرهم ناشرين قدام عريشتهم ما قاعدين يدخلون بهم 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 الامطار وايش هذا منظر مع الاسف انا شاهدته ولا هو مناسب نهائيا، وما هو اللي مطلوب انه رجاجي الله هو يحمد نعمة الله تعالى عليه وينفق ماله من اجل مصلحته الشخصيه في النهايه، واحد لا يدري لا يجبر الله هو الراس. وهذا قطعا من اهم الصدقات في المرحله اللي هي انه تنقذ عن مسلم مولانا تجيب له صهريج تقلع عنه مياه ياكي اجبار سكنه توفر له مأوى ولو مؤقت بينهم يحصل على منزله اللي هاجروا بسبب. وهي دعوه منا انه التكافل الاجتماعي في نواكشوط، طالبين سكان كاملين اللي منهم عنده مساكن قاعد يساعد اخوته الاخرين مساكنهم حاله متضرره يا الله هو يعدلها، ويا الله هو مثل مساجد عنده مبادرات من القبيل يدعو الناس فيها للتكافل الاجتماعي وهبه المجتمعيه والناس كامله تساهم من اجل التخفيف من وطئه هذه الازمه اللي هي غمر شوارعنا واسواقنا ومنازلنا بالمياه الامطار. شكرا جزيلا لك الامين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني خليل الخيري، شكرا موصولكم مشاهدينا الكرام على متابعه هذه الحلقه من المشهد الى لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.